نستكمل حوارنا مع الأستاذ محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن نشاطات مجلس حقوق الإنسان في مصر. في انتقادات بتوجه للمجلس بالنسبة لزيارة السجون، يعني الانتقادات تنصب على أن حضراتكم لابد أنكم بتنسقوا مع وزارة الداخلية قبل ما تزوروا أي سجن، وبالتالي الهدف من الزيارة ممكن ما يتحققش. يعني ده كلام جزئيا مظبوط، لان احنا بنطالبين ان القانون بتاعنا يتغير بحيث يبقى من حقي ان انا اروح السجن يوم ما الاقي شكوى بيجيلي باخد بعضي واطلع على السجن على طول، وهذا هو المفروض وان شاء الله ده يتحقق. واذا لم يتحقق هذا يعني اظن يبقى دور المجلس غير كامل. لكن في معظم الاوقات الحقيقه بيبقى عندنا الفرصة ان احنا نعمل كده، ولكن بعض الحالات بيعطلونا، بنتعطل او بنجد صعوبة في ان احنا ناخد التصريح ده، ودي مش في كل مرة الحقيقة يعني، بس عشان نبقى صادقين يعني. ولكن المهم ان احنا بنعلن هذا عشان لا نلام في ذلك. انا ما بيجيلي اي شكوى لحاجات فانا بنحاول بنهتم بيها، واذا كانت تحتاج الى زيارة السجن فورا بقى. هل في لحظات معينة بيبقى في ما بيبقى العلاقات جيدة مع وزارة الداخلية بنروح على طول. أحيانا يعني إيه العلاقات جيدة؟ يعني ممكن ولكن مثلا ترفض، ولكن في الحالات دي يا إما تتأخر أو في الحالات دي إحنا بنعلم باستمرار بنقول، لأن الشفافية يعني ليس قصدنا إن إحنا نشهر بالداخلية، لأن عارفين الدور اللي ما بيعملوه الحقيقة عندهم عبء كبير جدا، ده صحيح. لكن ايضا احنا ما يهمنيش شعبيه، لكن يهمني المصداقيه، يهمني مصداقيه المجلس.